السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدات. نرحب بكم اليوم في حلقة جديدة وموضوع جديد بعنوان تغذية طيور الإيمو. تتغذى طيور الإيمو تغذية نهارية، حيث تأكل مجموعة متنوعة من النباتات المحلية والأنواع النباتية الداخلية أيضا. يعتمد نظامها الغذائي على النباتات المتوافرة موسميا كنبات الصنط وهو الأكسيام والكزورينا والأعشاب التي تفضلها. يأكل أيضا طيور الإيمو الحشرات وغيرها من المفصليات بما في ذلك الجنادب والجداجد والصراصير والخنافس والدعسوقات ويرقات العث ويرقات القطن والنمل والعناكب وألفيات الأرجل، وهذا أيضا يوفر لها جزءا كبيرا من احتياجات أجسامها من البروتين. وفي غرب أستراليا رصد طعام الإيمو المفضل أثناء تنقلتها في هذه الطيور، فهي تأكل بذور صنط الملغى حتى يبدأ موسم الأمطار، حيث تنتقل إلى تناول براعم العشب الطازج واليرقات في الشتاء. تتغذى أيضا طيور الإيمو على أوراق الأشجار وبراعم الصنط، أما في فصل الربيع فتتناول الجراد وفاكهة أشجار الصندل. ومن المعروف أيضا أنها تتغذى على القمح وأي فاكهة أو محاصيل أخرى يمكنها الوصول إليها، فقد تتسلق بسهولة الأسوار العالية إذا لزم الأمر. تعمل طيور الإيمو كعامل مهم في توزيع وتشتيت البذور الكبيرة القابلة للنمو، ما يساهم بالتالي في التنوع البيولوجي للأزهار. ومن التأثيرات غير المرغوب بها التي تتسبب بها طيور الإيمو في منطقة كينزلاند في أوائل القرن العشرين أنها كانت تقتات على ثمار الكمثرى الشائكة في المناطق النائية، وتتبرز بذورها في أماكن مختلفة أثناء تنقلها. فقامت حملات عديدة لمطاردة الإيمو ومنع انتشار هذه النبتة الصبارية الغازية. وفي نهاية المطاف تمت السيطرة على الأمور باستخدام حشرة عث تتغذى يرقتها على النبات، وهذه إحدى أقدم الأمثلة على المكافحة الحيوية للآفات. يبتلع الطير الإيمو الحصى الصغير لتساعده في طحن وهضم النباتات، وقد تزن بعض الحجارة التي يبتلعها بمفردها حوالي 45 غراما أي 1.6 أونصة، وقد تجد ما مجموعة 745 جراما من الحجارة في حوصلته في نفس الوقت. كما يأكل أيضا طير الإيمو الفحم، إلا أن سبب ذلك غير واضح، وقد وجد أن الإيمو في الأسر قد يأكل شظايا الزجاج ومفاتيح السيارات وقطع المجوهرات والبراغي والمسامير. نادرا جدا ما يشرب طير الإيمو، لكنه يستهلك كميات كبيرة منه عندما يكون متوفرا. يشرب الإيمو مرة واحدة في اليوم، يقوم أولا بفحص الماء والمنطقة المحيطة به في مجموعات قبل أن يركع على حافة الماء للشرب. يفضل طير الإيمو أن يبقى على الأرض الصلبة أثناء الشرب بدلا من الوقوف على الصخور أو على الطين، لكن إن شعرت بالخطر فإنها تبقى واقفة بدلا من الركوع. إن لم يكن منزعجا فقد يستمر الطائر بالشرب لمدة 10 دقائق نظرا لشح وندرة المياه. ويضطر طير الإيمو في بعض الأحيان للتنقل لبضعة أيام بدون ماء. ويتشارك طير الإيمو الحفر المائية مع الكناغر والطيور والحيوانات الأخرى، إلا أنه يبقى حذرا ويميل إلى انتظار مغادرة الحيوانات الأخرى قبل الشرب. هكذا انتهت حلقة اليوم التي تحدثنا فيها عن تغذية طيور الإيمو، على أمل أن تكون أفادتكم الحلقة وأمتعتكم، وانتظرونا قريبا في موضوع جديد وحلقة جديدة شيقة بإذن الله تعالى.